السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أحكي عن بعض العطور اللي مش كثير بنصح بشرائها. العطر الأول هو فارس الجزيرة من نخبة العود، مع أنه سعره منخفض إلا أنه العطر كثير كثير قوي، سموكي، عود مع كمية من الإنسنس والبخور. يعني العطر خرج تعطر في بيتك، تعطر في مكان، أما أنت ترش وتطلع فيه لعمل أو لمقابلة أو لجلسة أو حتى خارج البيت لسهرة، العطر كثير قوي. مضيعين شخصية العطر بسبب قوته وأدائه، هيك بتحسه كثير 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 حاد، كثير صناعي، فمش كثير بنصح في هذا العطر. العطر الآخر في هاي المجموعة هو عطر لايت بلو من دوتشي جابانا، طبعا هاد نسخة الإيدي تواليت. مع وجود نسخة لايت بلو انتنس بنصحك باقتناء نسخة لايت بلو انتنس وتبعد عن الإيدي تواليت. النسخة مش كثير سيئة، أكواتك، مائية، صيفية، منعشة، ولكن أدائها سيء. بيحكي عن إحنا 3 لـ4 ساعات ثبات والفوحان ساعة ماكسيمم، بينما اللايت بلو انتنس بتزيد شوية مصاري بتشتريها تعطيك الأداء الممتاز جدا، الثمن ساعات ثبات والنوتة أكثر جمالا أكثر عمقا وفوحانها 3 ساعات، فابعد عن لايت بلو إيدي تواليت. العطرين هدول من جين بول جوتيه، اي لاف جوتير. العطر الأول هو بحسه أجمل من العطر الثاني، إذا اقتنيت واحد منهم ما في داعي تقتني الثاني، العطرين تقريبا نفس الشيء، سواء إنه هون مستبدلين نوتة النعنع، هون نوتة النعنع هون حاطينها عنبرية أكثر، بشوف العطر هذا نعنعي أكثر، بلائم الأجواء الصيفية أكثر، هان العطر العنبر هون ممكن شوية مضيع شخصيته، فبنصح في I Love Gouter اللي عليها صورة سوبرمان. بنصح كثير فيه، فما في داعي لاقتناء هاي النسخة. برادا لونا روسا سبورت، حكي فيديو كامل في بداياتي على قناتي على اليوتيوب عن هذا العطر. العطر مش كثير حبيته بسبب سعره المرتفع وأداؤه اللي مش كثير. العطر أداؤه نحكي عن 5-6 ساعات ثبات والفوحان ساعة، وهو بيشبه عطر لاميل من جين بول جوتيه. ومشكلة هذا العطر انه فيه هيك مسليدنج في الاسم، يعني بتحسوا فيه تضليل في الاسم انه سبورت. العطر اكيد مش سبورت، مش شانيل الور اون سبورت او نوتات حمضية، نوتات بتروح على الجيم وبترشها، لا العطر سويتي في فانيلا شتوي، فهو سبورت. هون متلاعبين على المشتري او على الكاستمر، فجرب قبل الشراء هذا العطر. في عطور من برادا اجمل منه، في عندك خيارات افضل، جربها قبل ما تشتري هذا العطر.